فيش وقت لأي تفكير غير هدف واحد بكل قوة، لأن الجماهير والناس كلها يعني من الذكاء والفطنة والإعلام إن هو بيتابع كل صغيرة وكبيرة عشان يطمن. منتخب مصر ده ملك للجميع، مش ملك لاتحاد الكرة الواحد. منتخب مصر ملك للجميع، مش إدارة وزارة الشباب أو إشرافها لوحدها. منتخب مصر ضمير الجميع. دي أو ده اللي بقوله، علشان كده إحنا عندنا مشروعنا وعندنا رؤيتنا وعندنا استراتيجيتنا وعندنا منتخبات ناثق فيها. إن شاء الله اتحاد كرة يدير وناثق فيه، وبنقول لمستر ميكالي عشان هو موجود النهاردة معانا، بنقول له بالتوفيق وشد حيلك وابذل كل الجهد ونثق فيك، وان شاء الله نرى النتيجة. احنا عندنا الاتحاد المصري لكرة القدم بمجرد ما وصلنا طبعا وانتخبنا وجينا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، همنا كله الأساسي هو منتخبات الناشئين. بدأنا ان احنا ندور على ازاي نوصل للعناصر. انا اسمحوا لي شوية صغيرة بس هوضح حاجة وبعد كده نتكلم ازاي نصل للعناصر الصغيرة اللاعبين الناشئين في اماكنهم على مستوى الجمهورية. فاحنا عندنا مديرين فنيين في كل قطاع في المحافظة، في كل محافظة في مدير فني. تعمل الدوريات في المسابقات السنة دي، يمكن احنا ما طلعناش اتكلمنا عليها. الدوريات دي في جميع المراحل السنية اللي احنا بنتكلم عليها، 2005 و2007 و2008 و2009. طبعا السن ده صغير، لكن في مهرجانات بتتعمل وفي مواهب تم اكتشافها عن طريق المديرين الفنيين في كل منطقة. وفي نفس الوقت كل المناطق دي المحافظات ليهم 5 قطاعات على مستوى الجمهورية اتجمعوا عدد أكبر من اللاعبين المميزين. يعني بمجرد ما احنا هيتم اختيار مديرين فنيين للمنتخبات اللي هيمثلوا 2005 و2007 و2008 وإن شاء الله 2009، موجودة فيه العناصر تم اختيارها من خلال العام اللي احنا موجودين فيه. يعني هنساعد المديرين الفنيين. المبادرة هي مرتبطة بطريقة التفكير، ده الشيء المهم جدا. طريقة التفكير هي ازاي نطور كرة القدم المصرية. حياة التطوير مش هيجي ما بين يوم وليلة، لكن لازم نغير، لان لو شفنا وفكرنا يعني كرة القدم هو اللي بيحصل من 30 و40 سنة هو اللي بيحصل. احنا الفكرة مش بالحظ نفوز مرة او حاجة، لكن لازم تطوير. علشان كده يمكن احنا بدأنا من السنة اللي فاتت والسنة دي الرابطة تشيل او تشتغل على الدوري، 18 نادي بتديره بشكل محترف ودوري محترفين برابطة. اذا اتحاد الكرة مش معني بهذا الامر، لكن اتحاد الكرة هو معني بالمنتخبات القومية، واحنا كمان كوزارة لازم نوفر الظروف الملائمة للمنتخبات ونفكر ازاي. واحدة من الأساسيات هو لازم استمرارية التطوير. استمرارية التطوير هو المنتخبات وقطاعات الناشئين. لازم يكون في منتخبات كتيرة زي مستر فيتوريا لما طلع واتكلم على الرؤية المستقبلية، قال احنا في بلادنا وفي الدول لازم يكون في عدد كبير من المنتخبات. هي علشان يكون في آلية احنا كمان لازم نساعد. النهاردة إعلان على فند مقداره 250 مليون جنيه لدعم وتطوير أداء المنتخبات في قطاعات الناشئين. ده كلام مهم جدا، وده على مدة 12 سنة، وده حد أدنى يعني قابلية مد هذا الدعم هتكون كتير جدا. طب عشان نفكر أكتر لازم يكون في مجلس أمنا يدير محفظة مالية، علشان هي اللي بتحدد المعايير اللي هيتم بناء عليها الدعم للتطوير. وبالتالي المجلس الأمنا اللي بيدير ممثل في اتحاد الكرة المصري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي، وزارة الشباب والرياضة لحوكمة الموضوع واستدامته موجود ممثل عن الوزارة، ومجموعة الشركات أورا ومجموعة الشركات اللي هتعمل وتنظم هذا الدعم بشكل كبير جدا. الحقيقة من هنا يعني بنقول انطلاقة تستمر لمدة 12 سنة تعاونا ما بين الأطراف المختلفة. احنا النهارده اتحاد الكره عنده اوريدي الفاندز والبادجت بتاعته اللي هو بيصرف بيها على المنتخبات الناشئين، وتركيزه الاكبر كان بيبقى رايح دايما ناحيه المنتخب الاول. فاحنا فكرنا في الفكره دي مع معالي الوزير ان احنا ازاي ندعم منتخبات الناشئين. فالفند ده كله موجه، او الصندوق ده كله موجه لرعايه منتخبات الناشئين ومخصص للناشئين فقط لا غير. هو المبالغ كلها الناس مش فاهمها، المنتخبات بتتجمع في الناشئين مره في الشهر، فانت في النهايه عندك منتخبين او ثلاثه هم محتاجين ارقام معينه تتصرف بطريقه مظبوطه، ومحتاجه ان انت مثلا تختاري عشان تختاري المدربين. دلوقتي انت عارفين الاسعار بقت كبيره، فمحتاجه ان انت تزودي دعم على اختيار المدربين وتزودي دعم عشان في اختيارك المدربين
والاخصائيين والجهاز المعاون للمنتخبات دي. فده الهدف من الصندوق، ان هو دعم منتخبات الناشئين. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي مبادره باذن الله ان شاء الله تكون يعني تلقى القبول باذن الله ان شاء الله. الهدف منها هو دعم وطني، الهدف منها هو دعم وطني، وده اللي يمكن اشار اليه طبعا سياده الوزير. واعتقد ان احنا الفتره الاخيره خلينا نتفق ان عندنا مواهب، ولكن المشكله ان احنا بقينا بعيد عن المنافسات الافريقيه او التواجد بالنسبه لمنتخبات الشباب في كاس العالم، فده اللي احنا بنسعى ليه. الهدف من الموضوع ان احنا بدانا مبادره بدعم مادي 250 مليون جنيه، دي لدعم منتخبات الناشئين. انت بتدعم منتخبات الناشئين بس بعد كده هتجني الثمار ان هم دول هيبقوا، هم دول المنتخب الاول، هو ده اللي هيبقى منتخب اولمبي. فبالتالي ده دعم مادي. في ناس اتكلمت على انه رقم مش كبير، ولكن احنا فاتحين الباب، اهلا وسهلا باي حد حابب ان هو يدخل معنا في المبادره ويدخل معنا في الصندوق ويدعم المنتخبات من خلال ان احنا بنوجد معسكرات جيده للاعبين، ان احنا بنقعد مع بنختار او الاتحاد بيختار اجهزه فنيه على اعلى مستوى علشان تكون تليق باسم ومكانه منتخب مصر، وده شرحه اعتقد الاستاذ جمال علام ومعالي الوزير، ان احنا بندعم ان احنا نقدر يبقى في معسكرات جيده، يبقى في مباريات على اعلى مستوى، يبقى في اجهزه فنيه بيدفع لها مرتبات كويسه، كل ده علشان نقدر نرجع تاني نبقى متواجدين باذن الله على الساحه الافريقيه زي ما كنا قبل كده. احنا حققنا بطوله افريقيا 2013، وصلنا لكاس العالم قبل كده، حققنا ثالث كاس العالم او برونزيه كاس العالم. اقصد ان كان لو كلنا نفتكر ان جيل الكابتن حسن شحاته كان حوالي 50 60% منه هو منتخب مصر 2006 و2008 و2010 الجيل ده، فاحنا عايزين يبقى عندنا الاجيال دي اللي هو اللي احنا نشتغل عليها، يبقى هي الاجيال دي اللي تمثل منتخب مصر بعد كده، اللي هي تقدر تحقق بطولات افريقيا بعد كده. ده مع دعم طبعا مع اكيد ان هي كمان بنساعد كل الانديه من خلال تطوير لعيبه المنتخب. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون دي بدايه والناس تساعدنا فيها، و احنا بنشجع كل القطاع الخاص ان هو يجي ويبقى موجود ويدعم المنتخبات الوطنيه طبعا للشباب.